يقود هذه المباراة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم الدولي نيكولا ريتزولي، بما يساعد على الخط أليساندرو ستاغنولي وكريستيانو كوبيلي. نستعرض تشكيلة الفريقين، نبدأ بتشكيلة صاحب الأرض والجمهور المنتخب الهولندي في حراسة المرمى ستيكلنبرغ، في خط الدفاع ويلفريد بوما، إيمان ويلسون، جون هيتينغا، كيو يالينز، بينما في خط الوسط ديزيوف، كلارنس سيدور وفيسلي شنايدر. أما خط الهجوم فيتكون من فان بيرسي، فاندرفارد ويان كلاس هونتلار. المنتخب الهولندي يلعب بتشكيلة 4-3-3، بينما تشكيلة المنتخب السلوفيني في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش، في خط الدفاع موريك، سيزار، إليتش وبريتشكو. في خط الوسط هناك روبرت كورن، ميتيا مورك، أندراش كيرم وأنتون جلوغار. أما خط الهجوم فيتكون من كليمين لابريتش ومن فالتر بيرسا. يلعب المنتخب السلوفيني بطريقة 4-4-2. انطلقت صافرة الحكم أعزائي المشاهدين. اليوم شعار المنتخب الهولندي الفوز ولا شيء غير الفوز، خاصة أن خسر المباراة الماضية أمام المنتخب الروماني هناك في رومانيا بهدف نظيف. المنتخب ثانيا سيدور لاعب اي سي ميلان الايطالي، لاعب الوحيد الذي حصل على دوري ابطال اوروبا 3 مرات مع انديه مختلفه في رقم قياسي. هذه تسديده لكنها تصطد مره ثانيه. هذه الكره اخطا فيها الدفاع السلوفيني، وكان ممكن يستغلها هذا الهداف والمهاجم الشاب يان كلاس هونتلار، كان ممكن يحط الهدف الاول في اول 7 دقائق. شوف الكره القصيره اللي لعبها فيسلي شنايدر، حاول يسدد في المره وحاول يخلصها المدافع السلوفيني. اثنتين خسرت في واحدة، سجلت 11 هدف ودخل مرماها 3 أهداف ولديها من النقاط 20 نقطة. يبقى المنتخب الروماني في الصدارة ب7 فوز تعادلين دون خسارة، تألق كبير لرومانيا أيضا في التصفيات. هنا كعب جميل جدا أيضا، كرة خطيرة خطرة، جول هولندا تفتتح التسجيل عن طريق نجم ريال مدريد شنايدر. هدية بالفعل، وعلى طول ما كذب خبر شنايدر، وضعها في المرمى. أول الأهداف الهولندية الآن، 1-0 لا شيء لسلوفينيا، 1-0. خطأ كبير من المدافع وتألق جميل جدا لشنايدر. شنايدر اللي واضح بالصورة لاعب ريال مدريد والمنتقل من أياكس أمستردام الهولندي إلى الفريق الملكي إلى ريال. أبرز اللاعبين المتحركين من المنتخب الهولندي وتسديده، أوف 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 أوف، كرة خطيرة كانت للمنتخب الهولندي. في القائم الأيسر للمنتخب الإسلوفيني، هي يعني رسمت بأقدام مهرة وبأقدام فنانين. كرة الآن للمنتخب الهولندي تعود من جديد إلى ناحية لابريتش، يحاول فيها لابريتش هدف تصوير تسديدة يسارية لكنها في أحضان الحارس. كانت هذه التسديدة من كليمين لابريتش لكن صدها ستيكلنبرغ. شوف هذه التمريرة الحلوة واللي استغلها كليمين لابريتش، هذه إعادة الفرصة. أيضا فيسلي شنايدر والله كان ممكن يسجل ثنائية، صلحت له على وهنا باتجاه اللاعب المنتخب سلوفينيا. 10 دقائق إذا المشاهدين الكرام متابعينا عبر قناة أبو ظبي الرياضية. هنا هجوم خطرة، هذه خطرة، يا سلام على الاستلام، يا سلام على الاستلام بالفعل يا شنايدر. شنايدر شايف الاستلام، شوف المهارة في الاستلام، شوف كنترول على أعلى مستوى، وحاول يصطاد الزاوية الثانية ولكن راحت إلى خارج الملعب. هذا هو اللي هو باب بيرسي، وشنايدر على طول يصبح قائدا الآن للمنتخب الهولندي بعد خروج فاندرفارد. فلذلك يعني استلام على أكبر يتواجد في الدوري القطري.
ضربة حرة مباشرة الآن. سيدورف وفان بيرسي، والأقرب للتسديد فان بيرسي. هدف ثاني للهولنديين، الآن كل شيء جاهز. هدف ثاني يأتي للمنتخب الهولندي، كل شيء جاهز. إذا فان بيرسي وسيدورف وشنايدر، وشايف الأطفال، يا سلام. هنا ملعوبة، تسديدة خطرة تبعد، جول. خطيرة كانت للمنتخب الهولندي، تسديدة عن طريق فان بيرسي. برافو لسمير هانادوفيتش، شايف قوية رايحة ويصدها حارس المرمى. وهنا أيضا تسديدة تصطد في الدفاع، تعود إلى خارج الملعب. شوف وين وجهها، برافو حارس المرمى، والله أبعدها بشكل. روبن في وسط الملعب في محاولة، شنايدر لاعب الملكي، شنايدر لاعب ريال مدريد، لوس شنايدر اللي سجل هدف المباراة الوحيد. بينما هنا هذا اللاعب فان بيرسي، شايف هنا إعادة، أيضا هنا إعادة للخطأ الذي لم يحتسب حكم اللقاء السيد نيكولا ريزولي. أمامي الآن روبن، عرضية خطرة خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب عن طريق اللاعب هنتلر. هنتلر إذن يلعبها وتصطد أيضا في حارس المرمى. ولكن شوف هنا النقلة الأولى والثانية والثالثة على طول، عرضية، والرابعة بلمسة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية للطواحين الهولنديين. إذا أرضية الملعب مصابا، بينما الآن شنايدر هو اللي راح يسدد. شنايدر يلعبها، يشيلها حارس المرمى، يعني من حسن حظ الحارس لأنها ذهبت مكان وقوفه، شايف مكان مواقف حارس المرمى. مقطوعة تعود لبابيني، شايف الآن يعني وقف في موقف التسلل اللي هو هنتلر. تعود الكرة الآن للمنتخب الهولندي من جديد. بدأ المنتخب الهولندي، يا سلام، تمريرة حلوة، ما فيها شيء، خطيرة هذه. هذا هدف ينهي المباراة، هدف ينهي المباراة، بالفعل هدف ينهي المباراة الآن للمنتخب الهولندي، يضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب هنتلر. إذا هنتلر يحرز الهدف الثاني، وأعتقد بأن المباراة خلاص انتهت، ما في شيء، قرار سليم أيضا من جانب المساعد الثاني السيد كريستيانو كوبيلي. إذا ما في شيء، بالفعل هدف سليم. يا سلام عليك يا شنايدر، نجم المباراة الأول، هيئها وعلى طول بابل أيضا من دون أي أنانية يهيئها لهنتلر يحرز الهدف الثاني. إذا هولندا الآن هدفين مقابل لا شيء لمنتخب سلوفينيا. هذا هو هنتلر يضيف منتخب هولندا. ينتهي الآن وننتظر فاصلة حكم اللقاء. هولندا إذا تصل بالنقطة رقم 23 وهذه المنتخب الألماني. إذا بالفعل يطلق حكم اللقاء فافرتر ويعلن نهاية المباراة بفوز المنتخب الهولندي على منتخب سلوفينيا بهدفين مقابل لا شيء. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قناة أبو ظبي الرياضية، تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون أحمد الحسني، وتحيات كل زملائي أيضا الذين كانوا معي في نقل هذه المباراة. ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى.